أسبوع الدولية في عدد جديد، أهلا بكم. بداية إذا مشاهدينا الكرام، قام رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بزيارة إلى جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. زيارة الأخوة والعمل التي دامت يومين كانت مثمرة بحسب تصريحات الرئيسين، حيث تطرق إلى عديد القضايا العربية والإفريقية، وخاصة فيما تعلق بتنظيم القمة العربية الجامعة في الجزائر هذه السنة. ولتسليط الضوء والعودة إلى ردود الفعل وحول هذه الزيارة التي أخذت البعد السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي، أسعد باستضافة الدكتور زهير بوعمامة، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا بك دكتور. شكرا لكم أستاذ رمزي على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا أيضا مشاهدينا الدكتور أحمد سوهلية، نستضيفه في عدد اليوم، وهو المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أخي رامي، شكرا استضافة، تحية لك وللأستاذ ولكل المشاهدين، وجمعة مباركة. شكرا جزيلا أيضا. وسيلتحق بنا عبر الهاتف من مصر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. إذا أبدأ معك دكتور بوعمامة، إذا كيف تعلق على هذه الزيارة بالنسبة لمخرجاتها وبالنسبة لتوقيتها وبالنسبة أيضا لتسميتها زيارة عمل وأخوة، وهي التي جاءت بعد 14 سنة من زيارة رئيس جزائري إلى مصر؟ مرحبا مجددا أستاذ رمزي. أهلا وسهلا. لا شك أن هذه زيارة مهمة على ثلاثة أصعدة كما أشرت، في توقيتها السياسي، نعم، وفي أسبابها والدوافع لها، وفي مخرجاتها والمنتظر منها أيضا. العلاقات الجزائرية المصرية كما يعلم الجميع علاقات تاريخية مبنية على أسس متينة، في الغالب كانت جيدة، والبلدان الكبيران في منطقتيهما وجدا بعضهما في محطات سياسية كبرى. مصر ساعدت الجزائريين في ثورتهم المباركة، والجزائر فعلت أيضا بالمثل حين تعرضت مصر للحروب العدوانية من الكيان الصهيوني، وحتى وفي فترات معينة حين مرت العلاقات ببعض التعرجات صعودا ونزولا، حافظ البلدان على الاحترام المتبادل بشكل كبير جدا. الآن هذه الزيارة التي كما رأينا حظيت باهتمام ومتابعة سياسية وإعلامية كبيرة، وكان ذلك مؤشرا على أهميتها، نعم، أيضا جاءت لأن البلدان أولا يواجهان استحقاقات إقليمية وقارية، نعم، عربية وأفريقية هامة. القمة العربية المقبلة التي ستعقد إن شاء الله هنا في الجزائر، القمة قبل ذلك الأفريقية بعد أيام مطلع الشهر القادم، وفيها أيضا ملفات غاية في الأهمية بالنسبة للبلدين، نعم. ولا شك أيضا الملف الذي المتعلق بتطورات وموضوع تسوية الأزمة في ليبيا، ليبيا التي تعتبر عمقا استراتيجيا مشتركا للبلدين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم أي شيء في الملف الليبي من دون البلدين أو ضد البلدين. هي ملفات كثيرة تطرق لها رئيسا، نعم، تماما. ولذلك أعتقد بأن هذه الزيارة في هذا التوقيت ملائمة تماما، وتصريحات الرئيسين بعد الزيارة كانت مؤشرا على الأجواء التي تمت فيها هذه الزيارة، الحفاوة أيضا، نعم، التي حظي بها الرئيس. ولهذا تم تسميته بزيارة عمل وأخوة، نعم، نعم، نعم. ولكن هناك أيضا أستاذ رمزي، هناك هذا التقارب، هذا التوافق في الرؤى الذي يميز الآن العلاقة بين البلدين، نعم، وخاصة منذ عام 2019، وسأعود ربما لماذا. وأيضا هناك يعني كلام حول
ما ينتظره كل طرف من الآخر ويكون الرئيسان قد بحثاه في هذه الزيارة. نعم. الشقيقة مصر تنتظر من الجزائر ربما أن تكشف عن مقترحاتها بخصوص وساطتها التي شرعت فيها منذ أشهر، وكانت كانت كانت تستجمع ربما عناصر الملف حتى تقدم ورقتها ومقترحاتها التي قد تأتي قريبا تحت إطار الاتحاد الأفريقي. وفي المقابل أيضا الجزائر لا شك وهي تستعد لعقد قمتها العربية هنا، وكما نعلم أستاذ رمزي هناك مشاكل، هناك عقبات سنتطرق إليها بالتفصيل خلال هذا. نعم، تريد سوتين بهذه الجملة. نعم. لا شك أيضا تعلم دور وأهمية القاهرة في المسائل العربية، وهو كذلك لأنه معنا دكتور طارق فهمي. نعم، ماذا فقط دكتور، معنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عبر الهاتف. مساء الخير دكتور طارق. مساء الخير لحضرتك أستاذ رمزي ولضيفك الكريم، تفضل. شكرا جزيلا. إذن دكتور طارق، ربما كيف يعلق الجانب المصري على هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى مصر؟ هو بالتأكيد طبعا الزيارة مهمة لاعتبارات متعلقة بدور الجزائر في النطاق العربي والإفريقي. الجزائر دولة كبيرة في النطاق العربي والإفريقي، وبالتالي ليست القضية فقط الترتيب لعقد قمة عربية أو للترتيب لأي أجواء عربية، لكن الأساس في تحركات الدور الجزائري في هذا التوقيت والاتفاق على إحداث نوع من تحريك المياه الراكدة في النطاق الإقليمي العربي، لأنه كما تعلم نظام الإقليم العربي يواجه تحديات ومخاطر حقيقية الآن نتيجة لمساعي خارجية تريد أن ترسم شكل وإطار منظومة العمل العربي المشترك. فأعتقد أنه زيارة بصرف النظر عن القضايا والأولويات المطروحة سواء كانت القمة العربية أو الملف الليبي أو مواجهة الإرهاب في جنوب الساحل والصحراء، إضافة إلى الملف الفلسطيني وأيضا ما يجري في ليبيا، أعتقد هناك ملفات عديدة أخرى نقشت وستناقش بطبيعة الحال بين الطرفين. نعم. القاهرة طبعا تعول كثيرا على وساطة الجانب الجزائري في موضوع السد الأثيوبي، وهناك ترتيبات في هذا السياق، وأعتقد أن الأشقاء في الجزائر لديهم مقاربة. سبق أن طرحها الرئيس عبد المجيد تبون منذ عدة أشهر خاصة بإمكانية طرح مبادرة حال تجاوب الطرفين والاستمرار في هذه الوساطة. أيضا الملف الفلسطيني الشقيق، الجزائر في حاجة إلى الاستماع والإنصات إلى خبرة مصر في هذا الملف، وكل جهد جزائري يحسب بطبيعة الحال لمصر، وبالتالي أعتقد أنه أيضا هذا الملف ملف مهم خصوصا مع بداية الحوار الفلسطيني في الجزائر، مهم جدا على مستوى الفصائل. نعم. المقاربة الخاصة بملف ليبيا مهمة لاعتبارات متعلقة بآلية دول الجوار، لأن هذه الآلية توقفت بعض الشيء بعض الوقت. أعتقد من المهم الآن بعد أن انفتح المشهد الليبي على سيناريوهات متعددة أن يعاد التجديد بشأن آلية الجوار سواء كان بين مصر والجزائر وتونس، وأعتقد ده ملف أيضا يحظى باهتمام كبير. ملف القمة العربية أيضا من الملفات المهمة، لكن القضايا العربية كما تعلم قضايا محددة ومعلومة للجميع، انعقادها في الجزائر لربما هو الذي سيمثل رسالة لمن يهم الأمر أن النظام الإقليمي العربي ما زال موجودا وما زال قائما وما زال يعمل، وبالتالي نجاح القمة ليس في عقدها فقط لكن بالرسائل البليغة اللي هتخرج بها إن شاء الله هذه القمة. نعم، أيضا هناك الشق الاقتصادي في هذه الزيارة التي قال الرئيس المصري حولها كذلك الرئيس الجزائري إنها تعد ثمرة أو ربما تعد من بين الثمار لهذه العلاقات المتبادلة. بالتأكيد طبعا أنت تذكر أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته التاريخية للجزائر كانت هناك اتفاقات متعلقة بموضوع الغاز ومجالات الاستثمارات ومجالات مشتركة. أعتقد منذ هذا التوقيت إلى اليوم تطورت المنظومة التجارية، لكن نحن نعول كثيرا على ما تم الاتفاق عليه في زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة. مصر بطبيعة الحال تتجاوب مع كل طرح جزائري والعكس، هناك توافقات كبيرة. الملف الاقتصادي ملف مهم، لكن أيضا الترتيبات السياسية لا تقل عن هذا الملف. إطار عام للعلاقات العربية تقود الجزائر ومصر في هذا التوقيت. نعم، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه الملاحظة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لحضرتك استاذ رمزي. شكرا جزيلا. اذا دكتور احمد، ربما لا يمكن فصل السياسه عن الاقتصاد، وبحسب الرئيس الجزائري فان هذه الزياره ايضا اخذت ابعادا اقتصاديه، فيما يتمثل ذلك؟ نعم، هو في حقيقة الحال يعني في البيان المشترك الذي صدر بين الرئيسين في نهاية الزيارة أشار إلى مجموعة من يعني أقول لك الاتفاقيات التي تمت في الجانب الاقتصادي، ولعل الجانب الثقافي وإشكاليات المياه والسياحة، ولعل الطاقات المتجددة والانتفاضة المصرية في مجال الغاز بعد التقرير الأخير لمنظمة أوباك حول إنتاج الغاز في مصر، وبالشراكة الجزائرية أو بالتعاون وبالاستفادة من الخبرة الجزائرية، كلها أفاق واعدة تجعل من أن تكون هناك علاقات تتطور وتجعل من التبادل التجاري بين مصر والجزائر يرتقي إلى مصاف أفضل، وذلك باعتبار البلدين مصر والجزائر من أقوى الاقتصاديات الإفريقية، فلعل الجزائر رابعة ومصر ثالثة إفريقيا بحكم ما تمتلكه هذين البلدين من مقومات سواء كانت بشرية أو طبيعية، هناك أكيد فوارق بين البلدين، إلا أن القوة متوازنة بين البلدين ولديهم كلمة كبيرة من أجل أن نشهد كذلك إنعاش للمنطقة التبادل الحرة الإفريقية اللي اليوم يشرع وزير التجارة الجزائري في إتمام هذه الإجراءات ومحاولة إيجاد مناخ أفضل لهذه المنظمة وصادرات وواردات بين البلدان الإفريقية لانتعاشها، ولعل أيضا ما يربط الجزائر ومصر من علاقات ثقافية وأخوة وأشقاء يجعل من التبادل السياحي والتبادل الإنتاجي، صحيح أنه كان في سنوات سابقة يعني لا يكاد يعدو 1 مليار دولار كتبادل تجاري بين البلدين، لكن يمكن الاستفادة، وخاصة أن اليوم أيضا الكتلة إن صح التعبير البشرية المصرية الموجودة خارج وطنها يعني تقوم بدور رائد، يمكن للجزائر أن تستفيد من تلك التجربة الرائدة المصرية، يعني نتكلم على 30 مليار دولار يعني كإيرادات لمصر من فوارق يعني تدفقات العملة الصعبة نحو مصر، ولعل الجزائر لديها أيضا كتلة خارج البلد يمكن أن تستفيد منها، إضافة إلى استفادت مصر من خبرة الجزائر في قطاع المحروقات، في قطاع النفط، في قطاع الغاز، وأيضا في القطاع الفلاحي وإشكاليات أخرى اقتصادية مصرية كإشكال سد النهضة أو يعني إشكاليات أخرى كزراعة أو يعني كإشكاليات المحروقات اللي يمكن تعاني منها مصر، وهذا ما ينفع البلدين من خلال التبادل التجاري اللي موجود بين البلدين. طيب، وإذا قبل أن نكمل هذا النقاش مشاهدينا الكرام، نتابع تقرير الذي أعده موفد قناة الجزائر الدولية إلى مصر زميل عادل ضيف الله. على محور الجزائر والقاهرة كلمة سواء هي التوافق، توافق في الرؤى واتفاق على العمل من أجل الحفاظ على مكانة البلدين في محيطهما العربي والإفريقي. لن يتأتى ذلك في منظور الرئيسين إلا من خلال تقوية الروابط بين الجزائر ومصر، ولعل الإسراع في عقد اللجنة العليا المشتركة وتفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين إحدى خطوات تجسيد هذا التوافق. محادثات ثرية ومثمرة تندرج في سياق تشاور مستمر بيننا، تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر. عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب. الاقتصاد أو بالأحرى ترقية الشراكة التجارية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة أخذت هي الأخرى حيزا هاما في محادثات الرئيسين، أملا في الوصول إلى تنمية شاملة تعود بالنفع على شعبي البلدين. الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين قد أخذ حيزا من المحادثات. توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات
وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. ينظر رئيسان الجزائري والمصري إلى التحديات التي تواجه المنطقة بمنظار واحد. توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة. توافقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة. الملفات الليبية والفلسطينية والأمن والعمل العربي المشترك وملفات أخرى ركن آخر تستند عليه الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومصر. التعاون المشترك والملفات الثنائية والإقليمية في صلب زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر. موفد قناة الجزائر الدولية عادل ضيف الله. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن مباشرة دكتور بوعمامة، أول نشاط قام به الرئيس الجزائري إلى مصر مباشرة بعد وصوله هو اللقاء الذي جمعه بالجالية الجزائرية في مصر، ما هي الرسالة التي أراد ربما الرئيس إيصالها من هذا اللقاء؟ أعتقد الرسالة واضحة، أن الجالية في الشقيقة مصر وفي كل بلدان العالم تبقى جزءا أصيلا من الجماعة الوطنية، وهي تحظى كما كل المواطنين بالاهتمام الواجب من قبل القيادة والسلطات في البلد. في مصر هناك جالية محترمة، جالية نوعية أيضا مثقفة وموجودة منذ سنوات عديدة، وسمعنا تصريحات بعضهم حينما قالوا بأنهم سعدوا كثيرا بأن استقبلوا من قبل رئيس الجمهورية في سابقة ربما لم تكن منذ سنوات طويلة جدا، ورأينا كيف كان اللقاء أيضا حميميا. الرئيس كان يستمع لي بكل صراحة بكل شفافية، يستمع لي مشاكل لانشغالات هؤلاء، ولا شك كما قلت السلطات يعني ستعمل على أن تشتغل على هذه فتح المركز الثقافي الجزائري في القاهرة. هو قرار مهم. نعم، وكان أحد المطالب التي استمع إليها الرئيس في لقائه بالجالية. ثم لا شك أيضا أن هذه الجالية أستاذ رمزي بإمكانها أن تسهم في مشروع التجديد الوطني الذي نشهده في البلد. وقد سبقني الدكتور قبل قليل حين قال مثلا أنه من تحويلات المصرية أو تحويلات الجالية المصرية إلى الاقتصاد المصري، وليصحح لي الدكتور، تقارب 20 مليار دولار. نحن في الجزائر 30 مليار دولار، في الجزائر لا تزيد عن 1 مليار دولار، وهذا قليل بالنظر إلى أيضا العدد الكبير للجالية الجزائرية بالخارج. لدينا 5 أو 6 ملايين موجودين في دول كثيرة، وكثير منهم يعني كفاءات بإمكانها أن تسهم على عدة أصعدة، كما كثير منهم أيضا لديهم إمكانيات مالية، رؤساء مؤسسات ناجحة في تلك البلدان. وإذا كانت هناك إرادة حقيقية وتوفرت الأطر العملية لاستقطاب هؤلاء وتمكينهم، ليس فقط على مستوى الخطاب كما سمعنا لسنوات كثيرة من الإسهام، فلا شك أن هؤلاء مرتبطين ببلدهم، يحبون هذا البلد كما الآخرين. نعم. وسيسهمون لا شك في الدفع بالبلد نحو أفق أخرى. لذلك أعتقد أن هذا اللقاء أيضا هو رسالة طيبة من الرئيس سبون للجالية في مصر ولكل الجالية الجزائرية بالخارج، أنهم يحظون أيضا بنفس الاهتمام والرعاية. والجميل أستاذ رمزي أنه حتى العلاقة بين الشعبين المصري والجزائري في هذه السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى تحسن العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، رأيناها كما نقرأ في وسائط التواصل الاجتماعي
تحسنت، وهذه ملاحظة يقولها الأشقاء المصريين كما نراها نحن أيضا هنا. هناك أجواء أخرى، أجواء أخوية، أجواء أشقاء فعلا بين بلدين كبيرين، بين شعبين عريقين في المنطقة، وامتداد تاريخي. بما أننا نتحدث هنا عن الجالية الجزائرية في مصر وأيضا حتى الجالية المصرية هنا في الجزائر، والتي تمثل كما قلنا بالنسبة للجالية الجزائرية في مصر تمثل تعدادا معتبرا، هل يمكن أن يكون همزة وصل اقتصادية بين البلدين باعتبار أن هناك رجال أعمال يقومون باستثمارات في مصر وربما أيضا هناك في استثمارات في الشرق الأوسط ككل؟ نعم بالفعل، فالاستفادة اليوم من التكنولوجيات والاستفادة من الخبرات في التسيير أو في التقنيات الاستثمارية في مجالات معينة لدى البلدين، ولعل الكتلة البشرية المصرية أكبر من الجزائر، فاليوم يعلم الجميع أن سكان مصر أكبر بكثير، يعني حوالي نصف الجزائر نصف سكان مصر، وبالتالي التواجد المصري عبر العالم وجاليتها الكبيرة جدا جعل منها أنها تستفيد من تلك العلاقات، من تلك الخبرات، من تلك الزيارات، من تلك الاكتشافات المهمة في مختلف الاستثمارات. ولكن في الأخير لما تتوفر الإرادة بين البلدين، لما يكون هناك اجتماع ودورية لقاءات بين اللجنة المشتركة لرجال المال الأعمال الجزائريين ورجال المال والأعمال المصريين، يمكن أن نجد شراكات مهمة وهمزة وصل بسيطة وسهلة، لأن هناك ما يجمعنا كثير جدا ولا يكاد يفرقنا أي شيء بين البلدين. فبالتالي لما نتكلم على مجال الطاقة أو نتكلم على مجال الطاقات المتجددة وإمكانية استفادة من أنه مصر تستفيد من هذا الأمر والجزائر كذلك تستفيد من هذا الأمر، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين وخاصة في ظل حماية الدولة لهذه الاستثمارات، فأكيد سنجد فوارق كبيرة جدا، وخاصة أن البلدين أيضا يعني لا يكاد بينهما إلا والعوامل المشتركة كلها الإفريقية، نعم، وخاصة ولوجهم إلى السوق الإفريقية، إضافة إلى علاقاتهم بالدول العربية وعلاقاتهم بآسيا وأوروبا وأمريكا. وبالتالي فأعتقد لما تكون الرؤية واضحة، لما تكون الاستثمارات مباشرة سواء كانت في الجزائر أو كانت في مصر، أكيد تكون وفق مقاربة اقتصادية حسب احتياجات ساكنة كل بلد. فأكيد الإخوان في مصر قد يحتاجون إلى يمكن الطاقة، المحروقات، بحاجة إلى إشكاليات المياه وإشكالية الثروة السمكية، والجزائر ممكن بحاجة إلى مجالات الزراعة أو القطن أو النسيج أو بعض أو الثقافة ولماذا أو السياحة، وهذا القول بتبادل الخبرات وفي عديد المجالات هنا. نعم أكيد، فاليوم الخبرات المصرية كبيرة، ولكن بالمقابل الخبرات الجزائرية خاصة في بعض القطاعات أيضا مهمة جدا، ولعل السفير المصري في الجزائر منذ أعتقد يعني 6 أشهر أو 7 أشهر كان هناك اتفاقية مع قطاع الطاقة الجزائري من أجل أن تشهد مصر انتعاشة في الغاز، وهذا فعلا ما تحقق من خلال تقرير منظمة أوباك منذ 2 أو 3 أيام. طيب دكتور أبو عمام، المتابع لهذه الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجزائر إلى مصر ومخرجاتها والتي كانت في غالبيتها حول لم الشمل العربي، فك النزاعات الداخلية، وحتى الدفع بآليات العمل الدبلوماسية لبسط النظام في البلدان التي تشهد توترات، ما هي أولويات الآن بالنسبة للرئيس الجزائري والرئيس المصري؟ الملفات كثيرة، الأولويات أيضا، ولكن أعتقد الملف الليبي يبدو أولوية كبرى على أساس ما نعلمه جميعا من حالة الانسداد نتيجة تعثر إجراء الانتخابات كما كان مبرمجا في 24 ديسمبر الماضي، وهذا الجدل الآن، هذه الإشكاليات في يعني بعد مسار التسوية وصولا إلى تحديد موعد جديد لأجل إجراء الانتخابات. الجميل أستاذ رمزي أن القاهرة والجزائر الآن صارتا كما يقول المراقبون تتحدثان يعني وفق مقاربة لا أقول متوافقة 100%، ولكن أقرب إلى التوافق. المحددات الكبرى هي المبادئ الكبرى ثابتة عند الطرفين، التسوية السلمية
هذا لم يكن قبل فترة حين كانت القاهرة لديها خيارات أخرى ثم راجعت حساباتها باتجاه يعني التسوية السلمية. التسوية السلمية بإرجاع الكلمة إلى الشعب الليبي من خلال الانتخابات الأجنبية التي عقدت الأزمة ولم تساهم في حلها. أعتقد أن كان في خلافات حول دعم هذا الطرف ودعم هذا الطرف الآخر في فترة معينة. الجزائر كانت قد التزمت بأن تدعم حكومة الوحدة الوطنية التي كانت تحت غطاء الشرعية الأممية، تحت غطاء الأمم المتحدة، والقاهرة كانت لديها رؤية أخرى. الآن هناك دعم للحكومة القائمة، ويمكن على ما سمعنا حتى أن يتوافق الطرفان مع روما مع إيطاليا على شخصية، هذا كلام يقال على كل حال، على شخصية غير خلافية، لا هي حفتر ولا هي سيف الدين القذافي. يتم نعم المضي قدما في حتى هذا نعم الملف. حتى على هذه الأولوية تعاد بناء مؤسسات الدولة الليبية في هذه المرحلة وصولا إلى المصالحة وتفكيك كل الألغام باتجاه عودة نعم ليبيا إلى وضعها الذي نريد. هناك أيضا الأولوية الأخرى كما أرى نعم، وهي عدم سمح لأي طرف بأن يغرس الأسى أو يذق الأسفين بين العرب وبين الأفارقة. هناك نعم عمل تقوم به بعض الجهات الكيان الصهيوني، وبكل أسف تسانده بعض الأطراف الأخرى من بني جلدتنا على التمكين لتل أبيب في منظمات العمل الأفريقي، وقريبا في القمة الأفريقية سيتدارس بعد عمل دبلوماسي قوي قامت به الجزائر مدعومة بشقيقتها القاهرة وبتونس وبدول عربية أخرى نعم، لأجل إعادة النظر في القرار الأحادي الذي اتخذ بإعطاء وضع المراقب لدولة الكيان والإسرائيلي. هناك في نفس السياق أيضا، معذرة فقط دكتور، في نفس السياق هناك من أصبح يشوش على الجزائر عندما أعلنت الجزائر استقطابها للقمة العربية الجامعة. صحيح صحيح أستاذ رمزي، وهؤلاء معروفون بكل أسف. نحن حين قلنا بأننا نريدها قمة جامعة وشاملة لم نكن يعني نتجاوز الصعوبات. نحن ندرك في الجزائر حجم الوضع السيء وحجم المعوقات التي في طريقنا باتجاه تحقيق هذا الهدف، ولكن الجزائر قدرها دائما أن تتعامل مع هذه التحديات بكل جرأة وبكل مسؤولية وبكل شجاعة. أستاذ رمزي، للتاريخ كل القمم العربية التي عقدت في الجزائر كانت في ظروف صعبة. في نوفمبر 73 مباشرة بعد انتهاء أو وقف إطلاق النار في الحرب العربية الإسرائيلية كانت قمة في سياقات عربية يعني حساسة جدا، واتخذت فيها قرارات هامة، من ذلك التوافق العربي على رفع سلاح البترول في وجه أمريكا والغرب من أجل ردعهم على دعم الكيان الإسرائيلي آنذاك في 88، وكانت الانتفاضة الفلسطينية آنذاك المباركة متفجرة، وقد أعادت قمتنا القضية الفلسطينية إلى الواجهة كما نريد هذه المرة في القمة القادمة إن شاء الله، كما تريد الجزائر ودول كثيرة أخرى من شقيقاتها العربية أن 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 أن, أن تعيد البوصلة إلى العمل العربي بعد أن انحرفت يمينا وشمالا. نريد أن نعيد البوصلة بأن ندفع مرة أخرى القضية الجوهرية، القضية الأم التي لطالما جمعت العرب، وهي القضية الفلسطينية، لكي نجعلها مرتكز العمل والتضامن العربي. لا شك أن بعض من اختار أو ذهب في خيارات أخرى في السنتين الماضيتين، وأنت لا شك تدرك ما أقول أستاذ رمزي، لا قد لا تعجبهم هذه الأشياء، وهو عمل كبير جدا. ولا شك أيضا أن البعض حاول بالعودة إلى زيارة الرئيس سبون إلى القاهرة حاول أن يشوش وأن يغالط بأن يقول بأن دخول الجزائر على ملف المصالحة الفلسطينية هو
يعني دخول في مربعات المصريين. نحن نعترف بأن القاهرة أعلم ربما وأقرب الدول العربية إلى الملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ولكن الجزائر أبدا لا تريد أن تقضم من الدور المصري، بالعكس هي تريد أن تساعد وتريد أن تضيف جهدا إلى الجهد المصري الذي يتفهمه الأشقاء في القاهرة تماما، لكي نصل إلى القمة القادمة التي ربما نريد أن نجعلها قمة فلسطين، قمة إحياء التضامن العربي، قمة عربية للفلسطينيين. نعم، ولذلك كما قلت البعض يحاول أن يشوش على هذه الأجندة بمحاولة فرض بعض الملفات الأخرى أو محاولة ادعاء أشياء اختلقوها وبدأوا يعني يتباحثون فيها في البلاطوهات. سمعنا أستاذ رمزي مثلا لو سمحت لي، سمعنا بعض الأطراف تقول بأن الجزائر تحاول أن تجعل من القمة العربية منصة لتمرير خياراتها. أكيد لا، الجزائر تدرك تماما أن القمة هي قمة كل العرب، هي لديها مواقفها، ولكن في إطار العمل العربي تعلم لا تغالب المستحيل، إنما تعمل في إطار الممكن، تعمل في إطار الصنع وبناء السياقات التوافقية اللازمة لكي نوفر عوامل إنجاح هذا الموعد العربي الذي تأجل لعديد المرات، والذي لا شك أنه فرصة كبيرة للعرب لكي كما قلت أولا يعني يلملم وضعهم مآسي كثيرة، حروب كثيرة، خلافات كثيرة، احترابات دول لا تجد، وهي خارطة يعني الطريق لهذه القمة بإذن الله. تمام دكتور أبو عمامة. تمام. أعود إليك دكتور أحمد ربما في سؤال أخير، ربما كيف يمكن اقتصاديا القول أن سد النهضة في يحفظ الأمن المائي لمصر والمنطقة ككل؟ أليس إذن الماء من المقدرات الاقتصادية لأي بلد، لأنه يعتبر مكون رئيسي في الغذاء مثلا؟ بالفعل إذا اعتبرنا أن الأمن المائي إن صح التعبير يعني من مقدرات البلد ومن من مهمات الدولة للحفاظ عليه ولتنميته، فإشكالية اليوم سد النهضة ليربط السودان وشقيق السودان وشقيق مصر وإثيوبيا وعلاقاتهم وتشنجات الوضع، فلعل الجزائر في بداية الأمر يعني حاولت أن تجد هناك وساطات من أجل إيجاد حل مناسب، وهذا يمكن ما أيضا ما تم إدراجه من أجل أن يكون هناك تنمية وحماية أمنية مائية للأشقاء في مصر وفي السودان، وحقهم في هذا يعني هذا السد اللي هو في الأخير عالمي اللي هو يمر عبر ثلاث دول، لكن هناك إجراءات قد تكون تعسفية من بلد إلى بلد، وبالتالي فوقوف الجزائر إلى جانب مصر أو إلى جانب السودان هو أمر يعني غير قابل للنقاش، هو أمر لا مفر منه من أجل أن نجد يعني أمن غذائي وأمني ومائي عفوا لإخواننا في مصر والسودان، وهذا ما تسعى له الجزائر سواء كان في إطار الاتحاد الأفريقي سواء كان في إطار الاتحاد العربي أو في غيرها من المنظمات اللي تكون فيها الجزائر شريك حقيقي لإخواننا في مصر. نعم، إذن دكتور أحمد سوهلي المحلل الاقتصادي وأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لحضورك معنا وكل هذه التحليلات، شكرا جزيلا. شكرا لك. وأيضا الدكتور زهير بعمامة المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، شكرا جزيلا لكل هذه الملاحظات التي قدمتها إلينا وللمشاهدين. إذن وأيضا الشكر موصول للدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة بمصر. إذن مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير نكمل أسبوع الدولية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أسبوع الدولية في الشق الثاني، سنتحدث عن الموضوع المهم، الموضوع العالمي والجائحة، جائحة كورونا. إذن سجل العالم في الفترة الأخيرة ارتفاعا قياسيا لعدد الإصابات بفيروس كورونا، ما جعل الوضعية الصحية لعديد الدول حرجة أمام تزايد عدد الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفيات. المنظومات الصحية في دول العالم دقت ناقوس الخطر
خاصة منظمة الصحة العالمية التي حذرت من المتحورات. كيف هي الوضعية الوبائية لكورونا في العالم وما الذي يجب القيام به وكيف ستواجه الدول هذه الموجة؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سيجيبنا عليها البروفيسور كمال جنوحات رئيس المخبر المركزي والجمعية الوطنية لعلم المناعة بالجزائر. أهلا بك بروفيسور. أهلا بك. مرحبا. وأيضا معنا عبر خدمة سكايب الدكتور أحمد وحيد أخصائي أمراض الرئة والعناية المركزة رئيس قسم كوفيد بمستشفى أرباجون بباريس فرنسا. أهلا وسهلا بك دكتور وحيد. أهلا وسهلا. إذن مباشرة أبدأ معك دكتور أحمد وحيد. إذن كيف هي الوضعية الوبائية لهذه الجائحة جائحة كورونا والمتحورات أيضا بعد أن دقت المنظمة العالمية للصحة ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الوبائية في العالم؟ أهلا وسهلا بك وبالمستمعين وأهلا بالدكتور كمال. يعني الآن بدأت الأمور تتضح رويدا رويدا. أوميكرون جاء من أسبوعين أو ثلاث أسابيع واستطاع أن يأخذ الساحة. الآن تقريبا 90% أو 95% من PCR من اللطاخات تقول أن أوميكرون هو الموجود على الساحة، ومعظم الناس في المشافي أو في العناية هم مصابون الآن بأوميكرون. ما زال هناك بعض البقايا من فيروس دلتا الهندي، ولكن معظم الإصابات والحالات هي أوميكرون. نحن نعرف الآن أنه في طفرات كثيرة حدثت على أوميكرون وسببت إضعافه من ناحية الخطورة، ولكن أعطته جناحين وسرعة انتشار كبيرة، ومن هنا عدد الحالات تزايد بشكل كبير جدا حتى توصلنا إلى أكثر من 400 ألف حالة يوميا. نعم. في فرنسا مثلا وفي بعض البلاد أكثر من ذلك، وهذا أدى إلى طبعا أعراضه كما قال أخي كمال قبل قليل قبل التسجيل بأنه الأعراض خفيفة نوعا ما، ولكنها ربما تكون خطيرة عند الناس الذين لم يتلقحوا أو فوق 70 سنة أو عند المواطنين الذين أو المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة. نعم. كما تعرفون. والآن الواقع يعني الساحة مفتوحة لأوميكرون بكل صدارة. والمشاكل هي بشكل أساسي عند كبار السن وعند ذوي العاهات المستديمة أو الأمراض المزمنة. طيب دكتور بروفيسور كمال، ربما من خلال حديث دكتور وحيد حول الوضعية العامة وأوميكرون وكورونا متحورات كورونا ودلتا كورونا إلى يعني دلتا وأوميكرون أيضا، ربما في الجزائر الآن لو تطلعنا على الوضعية الوبائية هذه الجائحة إلى أين وصلت، ربما من ناحية العلاج من ناحية أيضا اللقاحات، من كيف هي الوضعية الوبائية في الجزائر الآن؟ والله هي الجزائر كي كانت غالقة الأجواء تاعها كنا دائما كاين بيننا وبين الخارج نقدر نقولوا شهرين وساعات ثلاث أشهر، ولكن منذ بداية فتح المجال الجوي حتى الجزائر راهي في نفس الحالة اللي راهي تعيشها الأغلبية تاع الدول في العالم. حنا الأوميكرون دخل في أواخر ديسمبر، والأوميكرون كي يدخل الدولة الأغلبية 4 سمانات 5 سمانات كما تكلم زميل وليد من باريس، 4 سمانات 5 سمانات هو اللي يلحق 90 حتى 100%. دوك نقيموها باللي رانا ممكن رانا في 80% تاع الأوميكرون في الجزائر. عشنا فترة صعبة بزاف جدا في الصيف، وهو فترة الدلتا اللي شفنا العدد تاع الوفيات، شفنا الاحتياجات في الأكسجين، شفنا الاحتياجات في الأسيرة تاع المستشفيات. كانت عندنا أزمة كبيرة، ولكن اليوم الحمد لله رانا نعيش في وقت اللي نسموه وقت تحطيم الأرقام القياسية. اليوم اللي سجلت العالم بإسره العدد الكبير تاع الحالات الجديدة هي 900 ألف حالة وسجلت في أواخر ماي،
واليوم مع أوميكرون عندنا واحد الأسبوع سجلنا في العالم بإسره 3,700,000 حالة يوميا، وراك تشوف لأول مرة الولايات المتحدة تسجل 500,000 حالة. راك تشوف زميل فرنسي البارح، ما تنساش في فرنسا بلي 500,000 حالة جديدة البارح، وحتى في الجزائر كنا في 1,900 و1,500 كي كان المتحور دلتا، وعندنا 3 أيام سجلنا 2,500. دوك رانا في وقت تحطيم الأرقام القياسية. الحمد لله، الحمد لله لي الأوميكرون هذا المتحور جاء بأعراض ما نقولوش ماشي لازم نقوله غير خطير، ولكن نقوله أقل خطورة. كما تحدث الزميل تبقوا دائما الفئة المعرضة للأعراض الخطيرة هي الفئة نفس الفئة المعرضة للأعراض الخطيرة تاع الفيروس الإنفلونزا، وهو المسنين، الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة، حتى الحوامل، هادو اللي راهم معرضين. ورانا نشوفوا الفرق تاني ما بين السلالات الفارطة، وأن الأوميكرون رانا نشوفوا بلي الأغلبية تاع الاستعجالات تاع الطب الصغار راهي مملوءة. نعم. دوك تبدلت الفكرة من عند الفيروس سارس كوف 2 ما يقش الأطفال وكيقيسهم ما يديروش أعراض، والكبار هما اللي يعدوا الأطفال والأطفال ما يعدوش. تبدلت الفكرة منذ الدلتا، ونفس الطريق اللي راهي يسلكوا تانو الأوميكرون. وشفنا بلي أغلبية الدراسات بينت بلي في هذه الموجات الأطفال هما الأولين اللي كانوا مرضى، ومن بعدهم 15 يوم 20 يوم انتقل الفيروس للكبار، ومن بعد هما اللي سبوا في المواجهات. طيب دكتور وحيد، ربما المتابع للشأن الصحي سواء في أوروبا وحتى العالم، التوجه بهذه الدول إلى التشديد على التدابير الاحترازية، أيضا التشديد على ربما التنقل، وأيضا مخافة الاكتظاظ داخل المستشفيات، لأن هناك العديد من الحالات التي تحتاج إلى الاستشفاء. كيف هي ربما الآن؟ هل هذه الإجراءات هي التي يجب القيام بها؟ سؤال مهم جدا. يعني لحد الآن نحن نطالب كأطباء فعلا بالاحتفاظ بسبل الوقاية. نعم. لحد ما جاء أوميكرون وانتشر هذا الانتشار السريع رغم كل شيء. الآن معظم الدول سواء في ألمانيا ولا إسبانيا ولا إنجلترا ولا تشيك ولا كندا، يعني في معظم الدول الآن نقول ربما يجب علينا أن نترك الناس تعيش بشكل حر وتتعايش مع هذا الفيروس كما الأنفلونزا أو الجريب، لأنه كما قلنا خطورته محددة ببعض فئات المجتمع التي يجب على هذه الفئات أن تلتزم بالكمامة وتتابع التزامها بسبل الوقاية المتنوعة، وخاصة كالتباعد الاجتماعي والكمامة وغسل الأيدي والتهوية إلى آخره. لذلك الآن يعني اللقاح للأسف الشديد غير ناجع تماما، الجرعة الثالثة أو الجرعة الرابعة الآن، يعني تبين أنه يجب أن لا نتبع هذا الطريق. ربما هناك لقاحات جديدة ستأتي ضد أوميكرون بحد ذاته، ولكن معظم الدول الآن تترك موضوع جواز التلقيح، يعني أن النمسا كانت تريد أن تتداوله فورا زاحته من الطريق، ألمانيا تركته وإسبانيا تركته، وإنجلترا أيضا تقول يجب أن نتعايش مع هذا الفيروس. نعم. بالنسبة لي أقول بأن الفئات التي عددناها قبل قليل من ذوي الأمراض المزمنة، خاصة البدانة أو الضغط أو أمراض القلب أو أمراض السكري أو أمراض التنفسية أو السرطانيات، معالجات الكيماوية، كل هذا يجب أن يلتزموا بسبل الوقاية حتما، وربما بأخذ اللقاح لأنه يحمي من الحالات الخطيرة ويقلل من الوفيات. أما بقية الشعب فيبدو أن معظم الدول الآن تسعى، مثل الدنمارك مثلا الآن فتحت الأبواب وقالت نحن سنعيش حياتنا كما كنا قبل، وإسبانيا كذلك وبعض الدول الأخرى. وأعتقد بأنه الآن ليس لنا مفر، أوميكرون سيأخذ الساحة، وكل اللطخات التي والمسحات التي نتداولها الآن معظمها يأتي إيجابي،
لا يعني هذا أنه كل الناس مصابين، ولكن لاحظنا أنه في ارتفاع بنسبة الاستشفاء الآن أكثر من 15-20%. نعم. ففي فرنسا مثلا لدينا 30 حالة استشفاء على عدد أسر يعني سيقارب على الانتهاء قريبا، لكن العناية المشددة أقل، يعني تقريبا في 12-15% أقل من الإصابات السابقة. نعم. ومن هنا أعتقد أن الخطوة هي نحو التعايش مع أوميكرون. طيب دكتور جنوحات، ربما إذا جاء متحور، هل المتحور جديد، هل المتحور السابق سيختفي نهائيا؟ في الحقيقة كل المعطيات بينت باللي الدلتا راح يعيش أيامه الأخيرة. رانا على بعض الأيام ولا بعض الأسابيع ويختفي الدلتا تماما من العالم. قلنا الحمد لله للأوميكرون جاء بالأعراض كما تكلم زميل وليد بالأعراض الخفيفة. لازم نتقسم الفترة تاع الجائحة إلى قسمين، القسم الأول ما يسمى قسم ما قبل أوميكرون، والقسم الثاني هو القسم ما بعد الأوميكرون. القسم اللي ما بعد قبل أوميكرون بدينا بالوسائل الوقائية قبل اللقاح، ومن بعد لحق اللقاح، وكنا من الناس اللي كنا نأيدوا في اللقاح، وكانت الهدف الرئيسي تاع اللقاح هو منع العدوى ومنع الانتشار. نعم. ومع الوقت تبين أن الهدفين هذوما لم يتوصل إليهم اللقاح، ولكن الحمد لله بقى يتوصل اللقاح إلى الهدف الرئيسي وهو منع الأمراض الأعراض الخطيرة ومنع الوفيات، ولهذا كنا نصروا على اللقاحات. هذه الفترة ما قبل أوميكرون، الفترة ما بعد أوميكرون، وحنا نعرفوا بلي الأوميكرون البروتين الشوكية الأس، الأغلبية تاع شركات الصيدلانية لخدمة اللقاحات لصنعة اللقاحات هي صنعته ضد هذا البروتين أس. هذا البروتين أس صارت لها 32 طفرة، وش معناها؟ الشكل تاعها تغير، تغير تماما. ولهذا اللقاحات الموجودة حاليا ضد الكورونا فيروس اللي نتجت على سبيل السلالة تاع ووهان نقصت الفعالية بكثير ضد الأوميكرون. ولهذا الناس تفهمت باللي اليوم الأوميكرون الحق باش يدير اللقاح الطبيعي، دونك الناس المناعة نكتسبوها عن طريق اللقاح ولا عن طريق العدوى الطبيعية. ربما من خلال كلامك أفهم بروفيسور جنوحات على أن كورونا ستنتهي. والله كان قولين، القول الأول ستنتهي، ولكن القول المرجح اليوم وهو أن الكورونا راح يتحول إلى فيروس خفيف كما الفيروس تاع الإنفلونزا، ولهذا الأغلبية تاع الدول كما تكلم الزميل راهي بدأت تفتح. طيب دكتور وحيد، ربما هل تؤيد كلام وما صرح به البروفيسور جنوحات حول هذه المعطيات؟ إلى حد ما نعم. الواقع يعني موضوع الطفرات عند الفيروسات معروفة. نعم. ويعرفها أخي كمال تماما. كل 15 يوم يعني تحدث طفرات وتتغير صفات ربما تؤثر على الفيروس بشكل بسيط، وبالنهاية عدد هذه الطفرات يعني سيتراكم، وخلال 3 أشهر ربما يتغير تتغير خصائص الفيروس ويصبح أقل إمراضا أو أقل انتشارا، أو بالعكس أكثر إمراضا أو أكثر انتشارا. لما الفيروس تأتيه فعلا طفرات كثيرة ويتحول كثيرا، فيفقد كثيرا من قوته ويضعف حتما ويؤدي إلى التلاشي فيما بعد. بمعنى ذلك أن هناك أملا في الأمل الآن في أن يختفي فيروس كورونا من العالم. لن يختفي فيروس كورونا من العالم. فيروس كورونا موجود من مئات السنين، من مئات، أقول من أكثر من 100 سنة، وعشنا مجددا بال2002 مع المتلازمة التنفسية الحادة، وعشناه مع 2012 مع ميرس، ونعيشه الآن، وسيكون معنا كما الانفلونزا. الانفلونزا من 1918 عشنا هذه الكوارث وما يزال موجود بيننا. سيأتي عليه طفرات تغيره وتضحله ويصبح ضعيف، وكل سنة على الأغلب سنأخذ هذه الطفرات وندرسها ونكون لقاح سوف يخفف من الحالات الخطيرة ومن الوفيات. في فكرة مهمة وهي أن الإمراض نفسه لا يعطي مناعة كاملة. نعم. يعني يؤدي إلى مناعة أفضل من اللقاح، ولكنها لا تستمر وتتضاءل الأجسام الضدية المناعية الحامية،
خلال 6 أشهر أو أكثر قليلا أو أقل قليلا وتزول هذه المناعة. لذلك لن يكون هناك مناعة دائمة، ويجب علينا أن نتعامل مع هذا الفيروس بشكل هادئ، ونقف عن تداول المشاكل ونقول مهبة ودب عن هذا الفيروس في أوساط الميديا لنستطيع أن نوقف الرعب والخوف عند الناس، وبالتالي الهجوم على المشافي وإغراقها بمرضى ربما يعالجون كالإنفلونزا في البيت. الدكتور أحمد وحيد، أخصائي أمراض الرئة والعناية المركزة، رئيس قسم كوفيد بمستشفى أرباجون بباريس، شكرا جزيلا لك على كل هذه الملاحظات. أهلا وسهلا. وأيضا بروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخبر المركزي والجمعية الوطنية لعلم المناعة بالجزائر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الملاحظات. نتمنى الخير ونتمنى أن لا تكون هناك أعراض وإصابات أكثر من مما هي الآن أو سجلت اليوم. إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لك بروفيسور على حضورك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذا العدد من أسبوع الدولية. شكرا لطيب المتابعة، نلتقي بكم في مواعيد لاحقة. إلى اللقاء.